مع الأسف مقابلة لفريق الوداد ظهر بمستوى باهت جدا، ما كان لا وسط الميدان لا دفاع لا هجوم، تسجلت إصابة في الدقيقة 4 يعني تهرس المعنويات، جاتك ضربة جزاء باش ترجع في المقابلة ما سجلتيهاش، على أين هذه الكرة؟ نتمنوا تكون ردة فعل في المقابلة ديال القاهرة، وكيف المصريين جاو وربحونا هنا في الدار البيضاء نمشيو نربحو من هي في القاهرة. ها؟ لا باقي، واش قلت لك؟ كيف شوف الكرة ما فيهاش مستحيل، كيف المصريين جاو وربحونا في الدار البيضاء تكون ردة فعل ديال اللعابة ونمشيو لهيه ونربحوهم. التحكيم كان عادي، ما كان عادي، هذا هو الحق، من بالعكس عطى ضربة الجزاء، الفار قال لي سير شوف، شاف الفار ورجع وعطى ضربة الجزاء، ما كاينش مشكل. نتمنى مقابلة صعيبة، مقابلة صعيبة، الزمالك فريق قوي، انتصر على الأهلي في هذه الأونة الأخيرة جوج الخطرات، نتمنى أن فريق الرجاء يأخذ الاحتياطات ديالو وشكرا. المباراة كانت مباراة جميلة وبين فريقين شقيقين يعني، وإحنا هنا في المغرب بنشجع الوداد يعني دايما. يعني أنا مشجع للوداد في المغرب يعني. المغرب. وطبعا في الأصل لا ودادي. وبنشجع الأهلي بقى في الأصل يعني. مقيم في المغرب. أنا مقيم في المغرب. فطبعا يعني كان. خلصت المباراة. يعني ما فيش حاجة تعتبر نهائية لسه، برضو مصر في كلام، فريق الوداد فريق كبير وقادر إن هو يقلب النتيجة في أي وقت. مفيش فرح قبل النهائي، قبل السطر الاخير على راي الماتش الاخير بتاع الرجاء يعني، لازم تقرا السطر الاخير الاول، فالسطر الاخير في القاهره، ربنا يا رب يسهل والفريق الاصلح يطلع باذن الله، وفي حد الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك، واي فريق هيطلع هيبقى فريق عربي وما تخرجش مننا المغرب او مصر يعني. والله هو التحكيم كالعادة يعني متذبذب يعني، بس شغال حلو. كويس، الماتش خرج كويس وجميل وشكله حلو، اللعيبة لعبوا كويس والفريقين لعبوا كويس جدا، والحمد لله كله تمام يعني، الحمد لله. في العودة، مباراة العودة، مباراة العودة هو في فرق كبير ما بين الماتش هنا، لأنه من غير جمهور أعتقد أن فريق الوداد الجمهور بيديله ثقة كبير في المغرب، واي فريق مصري لما بيجي هنا بيبقى عامل حساب للمشجعين كبير قوي قوي قوي، الماتش من غير مشجعين اعتقد ان هو قلل من فرص الوداد. طبعا في مصر احنا عندنا مشجعين يعني، الماتشات بتتعمل، ما عندناش حظر في مصر، الماتش عندنا هيبقى بمشجعين، اعتقد يعني هيبقى في ثقل كبير، هيبقى الوضع صعب على الوداد شويه. ماشي، ان شاء الله ربنا يسهل والفريق الاصلح يكسب يعني، الرجاء باذن الله فريق قوي والزمالك فريق من مصر برضو يعني، ربنا يسهل لهم باذن الله، انما انا مش زملكاوي انا اهلاوي. ايه المباراه غدا؟ اعتقد انها تبقى مباراه قويه اعتقد يعني، بس برضو فريق الرجاء بدون بس فريق الرجاء في الفتره الاخيره كان قوي يعني، انا شايف نتائجه قويه، فبيفرق عن فريق الوداد شويه، فهنشوف ان شاء الله ماتش كويس بكره باذن الله. رايك مين يفوز بالكاس؟ اعتقد النهائي هيبقى ما بين الرجاء والاهلي، وان شاء الله الاهلي يفوز يعني، تمنياتي يعني، طبعا تمنياتي بنتمنى الاهلي يفوز يعني، بس ما حدش عارف النهائي الاخيره ايه يعني. والله كلمه اخيره، احنا بنحب المغرب كتير وعايشين، وبنحب المغاربه وعايشين في وسطهم يعني سعداء بالاقامه هنا في المغرب، و نتمنى دايما كده يدوم الود والمحبة ما بين المغاربة والمصريين. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.